أهلا بكم إلى التفاصيل. ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع اللجنة الأمنية الثامن للعام 2022، وذلك بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من الضباط من ممثلي الجهات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة. وخلال الاجتماع طلع سمو المحافظة على العرض المرئي الذي قدمته الإدارة العامة للمرور والمتضمن الاستعدادات الأمنية المرورية المتزامنة مع بدء العام الدراسي الجديد. بعدها تابعت اللجنة الأمنية الجهود التي قدمتها شعبة شرطة خدمة المجتمع بزياراتها للمدارس بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس مع بداية اليوم الدراسي، منوها سمو المحافظ بدورهم الرامي لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع الطلبة وأولياء أمورهم. إلى جانب ذلك استعرضت الإدارة العامة للدفاع المدني عرضا مرئيا حول الجهود المبذولة خلال فترة الصيف وما نتج عنها من نتائج شملت الزيارات الميدانية والتفتيشية لعدة مواقع.